فخرية، مالك محي المبالغ اللي نحن أخذناها الأسبوع الماضي؟ شو نسيتي؟ طيب هلأ رح أمحيهم فورا. أنت صاير معك قصة؟ مشوارك ما كان حلو؟ في شي مو هيك؟ دخلك قليلي، في مشكلة بخصوص شي غير المبالغ؟ رؤيا خانم؟ بنوب، ناريمان هلا ارتحت بجيتك. والله كنت تعبانه لحالي. تعرفي شو، ما ضل حدا بالحاره ما حكى انه ليلى نامت عند فخريه. انا سمعتهم. ناريمان انت، وبعدين مع مين بدي احكي انا؟ العمى شو هالولاد؟ لك هلا رؤيا شو ذنبها لتنضرب وشها يا مجنونه؟ شبك ناريمان، عقلي معك يا عيني. أنا فوت على المكتب؟ إيه يا رؤيا، بدي احكي معك بشغلة. أنا تجافست معك شوي، بس مو بقصدي، ما تواخذيني لأنه أعصابي تعبانة شوي. ولا يهمك، هالأمور كتير بتصير. طلعتي مو مغرورة وباردة ولا حتى في شي من هاد. مغرورة أنا وباردة؟ والله كل ما بقول بدي كحلة بعميها، بدي روح على مكتبي يا روحي. استني لا تمشي، بتعرفي انه ضايق اخلاقي اليوم؟ شو رايك نقعد نحكي؟ ساي اكرك عزم؟ والله فكره حلوه.